مساكم الله بالخير، حياكم الله وتحية لكل المتابعين حسابات قنوات الكاس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم حاولنا نعيش أجواء المونديال شوية بعيد عن الملاعب بحكم أني اليوم إجازة، فقررت أني أنا أخذ العيال ونشوف الأماكن اللي موجودة في الدوحة من خلال متابعة مباريات كاس العالم. واليوم جينا إلى هذا المكان الجميل حقيقة اللي هو في لوسيل بالقرب من موفنبيك. الليالي العربية حاولنا نعيش الأجواء بشكل جميل جدا من خلال هذا الحضور الرائع حقيقة. الكل قائمين على هذا المكان لهم كل الشكر والتحية والتقدير. أعتقد تجربة مميزة جدا للناس اللي ما راح تحضر المباريات وتفكر أنها تعيش أجواء مونديال كرة القدم مع الجماهير وتعيش أجواء المنطقة بحكم التصميم الرائع جدا حقيقة الجميل اللي يوحي للتراث العربي والقطري على وجه التحديد. اخترنا الجلوس في هذا المكان في الخيمة من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم والاستمتاع بالمباريات. حياتي لكم جميعا والله يحفظكم.